الحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف السيد أحمد الكوهجي، مدير التدريب بمركز باس لتدريب هندسة صيانة الطائرات في شركة خدمات مطار البحرين باس. أهلا بك في نشرة الثالثة. كيف يساهم معرض الطيران بتعريف الشباب بالتخصصات التي يقدمها مركز باس؟ مرحبا، مساكم الله بالخير. في البداية نحب نمسي بالخير على أعزائنا المشاهدين ونشكر تلفزيون البحرين على الإضافة. طبعا معرض البحرين الدولي للطيران بنسخته الحالية والنسخات السابقة هي كانت فرصة ممتازة لتعريف الرأي العام من جهة طبعا مجال هندسة الطائرات، وهو مجال جدا جدا متخصص ونوعي ويصعب الحصول عليه أمانة، بحكم أن الرخصة هندسة صيانة الطائرات هي المؤهل الوحيد اللي يحول حاملها للحصول والانخراط للعمل، وهذا ما يقدمه مركز باص تدريب هندسة الطائرات. طبعا من ناحية أخرى، طبعا معرض البحرين الدولي للطيران هو يعني خلينا نقول فرصة وحلقة وصل لتعرف الشركات العالمية على خدمات مركز التدريب وعمل الصفقات مع الشركات العالمية من ناحية توفير التدريب أو توظيف مخرجينا في القطاع، واللي طبعا اللي يوفي متطلبات سوق العمل العالمي بصناعة الطيران. نعم، حدثنا أيضا عن اعتمادية مجال هندسة الطيران التي تبوأت أكاديمية باس في هذه الاعتمادية المركز الثاني على مستوى العالم، حدثنا عن هذا التخصص. أكيد طبعا، مركز باس تدريب هندسة الطائرات هو مركز معتمد اعتماد مباشر من وكالة سلامات من وكالة سلامة الطيران في الاتحاد الأوروبي، وهو المركز الأول بنوعه في منطقة الخليج والشرق الأوسط وآسيا، وللأمانة هو الثاني عالميا اللي يتحصل على هذا النوع من الاعتماديات العالمية، وهذا كله دليل يدل على مدى كفاءة مركز التدريب ومستوى التدريب والتزام شركة خدمات مطار البحرين بتقديم أفضل وأجود الخدمات العالمية. وأمانة هذا فخر يعني نحمله على أكتافنا بجعل مملكة البحرين من مصاف الدول الأولى بالعالم بقطاع الطيران وقطاع خدمات التدريب. نعم، شكرا لك السيد أحمد الكهدي، مدير التدريب بمركز باس لتدريب هندسة صيانة الطائرات، شكرا جزيلا لك.